دي. ها اللي كنعرف انا دي زد، هي هذه، هذه هي دي زد باش نقلبها لكم. صبر بلاتي، صبر بلاتي، صبر اخويا. ها هي انا دي زد بالنسبه لي كتكتب بحال هكذا. واه بصح، بصح انتم ما تعرفوش الاختصار. دابا كاين فرق ما بين هذه وما بين هذه، الاولى كتعني دي زد والثانيه كتعني الدز. هادي الا قريت هادي غنقرا هاد الدز. متفق معايا ولا لا؟ انا متفق معاك صاحبي، بصح انتم في المروك، في المروك ما تعرفوش الاختصار تاع الكلمات. حنا عندنا 48 اميه صاحبي كنقراو، حنا دي زد بحال هكذا كنقراوها بحال هكذا. اي اسمعني صاحبي، دوك اكتبها طز. لا انا مكتوب كنشوف الدز. شوف مليون مليون في الصعيده، نحن نكتبوها طز هكا باش تفهموها غايه. هو يكتبوها كي بغيتو، شغلكم هذاك ما علينا. رجع معايا للموضوع. واش كان الموضوع؟ والله ما فهمت الموضوع. يلا دخلت عندك. يلا هبط كبس، بارك عليك. تحياتي لك خويا رضوان. تحياتي يا حبيبي، تحياتي. هذا خونا، خونا حتى هو غيكون غالبا غيكون من ليه. ايوا جاب قريب حالي. استغفر الله العظيم. يلا الاخوان باش نرجعوا للموضوع، نبقاو هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. هبط كبس. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش الدز؟ مرحبا اخويا، مرحبا بك خويا. الله يحفظك ليا. هو الغريب في هذا الشيء اللي طرا يا غير واحد التساؤل نبارطاجيوه جميع. قال لك يعني من كان من التزم بحمايه المقابله زعما وصار على الامن ديال المقابله هو الدرك الوطني. انا ما عرفتش اخي واش المقابلات زعما يعني الاحداث الرياضيه شكون كيصار عليهم؟ كيصار عليهم يعني الشرطه العاديه. الدرك الوطني هو يونيتي تابعه يعني العسكر الجزائري. هذا غريب يا اخي، غريب جدا. وباش تعرف، وهذا ما يؤكد بان الناس اللي تدخلوا في هذيك الاعمال الشغب الطريقه ديال التدخل كانت غريبه جدا. كتشوف ان يعني بين قوسين اللي هما جايين باش يحميوا المناصرين ويحميوا الملعب، هما كيخربوا الملعب، كيهزوا الكراسي وكيشيروا على الجمهور وكذا وكذا، باش تعرف بان المستوى يعني منحط. واش غنقول لك؟ الله يرحم هذا الوليد هذا مسيح. الله يرحمه. هذا ما كان. لا والله لا، والله لا غريبه هذه المقاربه. الدرك الوطنيه صار على 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 الامن المقابله. غريبه جدا، والله لا غريبه جدا. يعني اش غنقول لك اخاي دز بلا ما نكثر عليك. سير اخاي. ليلتك سعيده. ليلتك سعيده حبيبي. اذا دائما اخواني الكرام في اطار مناقشه بطبيعه الحال ما وقع اخواني، رايكم في هذه الصوره. انا بغيت غير الراي ديالكم اخواني الكرام. واش بالنسبه لكم هذه الصوره معبره تعبر عن اي شيء او لا هي صوره عاديه؟ جزائري مرحبا بك سيدي. جزائري عنده مشكل دريزو. مشكل مشكل. عادي نورمال خاوتي. كتشوفوا التصوير ونقلب لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام سي ياسين. سي رضوان والله غير طال الانتظار ملي فتحت اللايف وانا طالب قيست تهبط ندير جوله نولي نبعث قيست. والله غير طال. واش راك سي رضوان لاباس ولا؟ الحمد لله سيدي الله يبارك يا ربي يدومها نعمه. والله يا اخي رضوان والله غير نهار كبير ملي عرفتك ملي من خنشله وجاري برك متشرفين سي رضوان. وانت سبحان الله كباين من تاع خنشله والله يعني الصراحه. الله يحفظكم. انا واحد من الناس امنتك. الله يحفظك يا اخي رضوان. انت راك تحكي لنا على الطفل هذا اللي قتلوه يا اخي رضوان. انت شفت الطفل هذا برك يا اخي رضوان؟ هذا واش شفت؟ شفت غير الطفل هذا برك؟ هو منه عداد، هو منه الالاف يا اخي رضوان، هو منه الالاف. هو فك كل فسطاطات يا اخي رضوان، راهي الكوارث عظمى يا اخي رضوان.
يا اخي والله غير راهم الشعب راهم يعانيو والله غير اللي على بالك يا اخي رضوان والله غير المعاناه يعني بمعنى الكلمه الله يستر. تحياتي اخويا شكرا جزيلا تحياتي السياسيين. دقيقه سير باركاش دقيقه واش انا غنجلس انا وياك هنا نغنيو بارك اخويا بارك. انا بغيت نلعب جوله واش ما من حقيش نلعب جوله؟ واش ماشي من حقي نلعب جوله؟ بيت لعب انا باقي نلعب انا ما نخنش لا باغي نلعب بيت لعب انا جوله بار عليا لتحت بار عليا هبط لتحت شويه بلاتي هلا يا حبيبي هلا استسمح كيف حالك حبيبي؟ تمام شلونك انت شنو انت بتورينا؟ لا كنت اوري للاصدقاء صوره يلعب. صوره لابن عمي مسكين الله يرحمه شنو شهيد؟ كان يلعب مشى راح يتفرج في المقابله و هذا الامل الجزائري. انت من وين؟ انا الاصل من الجزائر وانا اعيش في المغرب. طيب شنو مشكلتك؟ ما عندي مشكله كنت كنتكلم مع اصدقائي كنت كنتكلم على يعني التطور الكبير اللي وصلت له الدوله الجزائريه الحمد لله ونناقش الحمد لله وكانت مقابله لكره القدم وصوره جميله الامل الجزائري في مأدبه عشاء خارج الملعب هذه صوره لا خارج الملعب في مأدبه عشاء هذه الصورة فيها عجزكم الله كلب و عرس زين شبال لك هنا قاعد أشوف الصورة شنو فيها بالضبط يعني لا يتعشى وهذا عشاء مجرد عشاء عشاء بالعافية عشاء خارج الملعب خارج الملعب انت من وين؟ كويت تحياتي الناس الكويت ناس طيبين ناس طيبين الكويت حبيبي تسلمت الطيب ناس طيبين ورد ناس طيبين جدا هنا في الكويت اسم اللهجة اللي تتكلموا بها الرسمية في الكويت اللهجة العربية لا ما عندكمش لهجات محلية شلون يعني ما فهمت وضح سؤالك ما عندكمش لهجات يعني عندكم لغة واحدة يتكلم بها الشعب الكويتي كله اي كلها اللغة العربية لا ما عندكمش لهجة ما عندكمش كل منطقة تتكلم بلهجة معينة كلنا لهجة واحدة اوكي ولكن الاصل اصلك انت من وين من الكويت ابن عن جد الجد نعم اوكي تحياتي اخويا يا كريم تحياتي احنا الكويت اخواننا الكويت معنا شنو اقرب شعب عربي لقلبك كل الشعوب تعرف شويه عن المغرب نعرف شويه عن المغرب ايش فيها المغرب شنو هي المدن اللي تعرف عن المغرب مثلا مراكش اها شنو عندهم اغادير اها براو والجزائر لا ناس محترمين عندي اصدقاء واجد من الجزائر لا المدن اللي تعرف عن الجزائر لا ما انا ما اعرف مدننا ولا مره زرتها اوكي تعرف يعني الملك ديال المغرب تعرف الاسم ديالو الاسم لا بس اعرف الملك الصغير يعني في العمر لا هذاك الامير الملك إيه؟ كبير في العمر لا هذاك والجزائر تعرف اسم لا. الرئيس ديالها لا انت أوكي. رضوان تتكلم عن السياسه في اللايف ديالي إيه؟ لا انا كنت نتكلم عن الرياضه هذا رياضي هذا لاعب كره القدم هذا رياضي جزائري
هذا فريق جزائري، هذه مولودية وهران، أتكلم عن كرة القدم. كرة القدم عندي، عندي حتى حتى هذا كنا نتكلموا عليه، هذا ديال كرة القدم كنت لابسه أتكلم عن كرة القدم في المحيط، في ما بين الفرق التي تلعب ما مع الفرق المغربية التي تلعب مع الفرق الجزائرية والعربية والدوريات العربية كلها. أنا عزيز علي الدوري الكويتي. تسلم، شكرا. احنا عزيز علينا الجزائري كذلك، لاعبين جزائريين. وهذا فريقي المفضل، هذا فريقي المفضل. هذا شو اسم الفريق؟ فريقي انا نوريك، انتظر نوريك. هذا فريق ما مشهور في العالم كله، اول فريق سيلعب في كأس العالم. قفاز اسم تقرأ، تعرف تقريتي هذه؟ كابيليا. كابيليا فريق عريق، أول مرة أسمع فيه. فريق عريق، فريق عريق، فريق عريق. يعجبني هذا الفريق. القفاز نزل، شنو وضعه؟ أشكرك جدا خويا، تحياتي، شكرا جزيلا. أنا حنزل. حياك الله. الله يحفظك، تحياك الله حبيبي. حياك الله، حياك الله، حياك الله. كويتي ما يعرفش مدينة في الجزائر، مدينة ما يعرفش مدينة في الجزائر، مدينة أخوتي، مدينة ما خلا خنشلا، ما خلا بسكرا، ما خلا باتنا، ما خلا الجزائر العاصمة، ما خلا وهران، ما خلا تبسا، ما خلا واد سوف. عادي جدا، نورمال، نورمال. تحياتي، نورمال. خد شوي ديال التكباس، شوي ديال كدا. ليش نشوف هاد اللعيبة هادي؟ يلا تحياتي، شكرا السي ياسين، شكرا شكرا شكرا. كبسوا، انا جاي. كبسوا كبسوا، لوحوا شي لعبة، ديروا شي تخربيقة، انا جاي. ما تشوفي انا جاي. نورمال، كلش باطل، استغفر الله. يلا نبداو الخوت ياك. تحياتي. اخت الياقوته، مرحبا حبيبي كلالا. اهلا 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 سيدي رضوان. رضوان دز الله يخليك. السلام عليكم. علاش تي مكنتيش عارفه بانه اصلي خنشلي؟ لا انا كنعرفك زعري على بوك وجدك. خنشلي انا، خنشلي. طلعتي نسلم عليك ونزل في حالي. الله يحفظك الياقوته. هذا وصدقت مسافتا كاس. مرحبا بك، كيداير الناس ميريكان؟ ابراهيم الله يحفظك. الحمد لله خويا، الله يحفظك. كيداير الامور في ميريكان؟ بخير الحمد لله، صافي. حنا قريبين الانتخابات ان شاء الله. ان شاء الله اختي غتصوتي؟ اكيد ان شاء الله. على حبيبنا. يا اوف كورس. برافو عليك حبيبنا ترامب. اكيد. تحياتي اختي ياقوت، الله يحفظك، تبارك الله عليك، شكرا جزيلا. تبارك الله عليك، شكرا، الله يحفظك. تورات راك تخنشلت ولدي. مرحبا اخويا. انا اخويا عفاك، شوف راه حتى راني مغلغل شويه، نبرد غير غدا يدي واحد دقيقه ولا دقيقه ونص، واللي الفيديو اللي بغيت برد برد. واخا يلا كبر لي الصوره باش نوريك الغدا ديالي. برد برد. هذا سبور باي ديوان اف ام، هذه تونسيه. شوف واحد اللقطه هنايا باش ما غاديش تضرك. شوف كاب كاب، بقى فيا الحال، بقى صاحبي
بكى والله الا بكى صاحبي. هذا المدرب ديال الاتحاد المنستيري محمد الساحلي تونسي بكى واه باش تعرفوا لحظات الرعب اللي عاشوها عباد الله عندهم تما عاشوا فعلا. لان التوانسه هما مولفين في مساكنهم واخا كتوقع عندهم ولكن هما مولفين في هذه الكوارث هذه كاع على هذه الدرجه. انت خليه سمعني يقول اش بغى يقول بالزربه. لا انا شوف حيت 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 هذا الفيديو ما واضحش. انا غير بغيت نوريلك انا اللقطه هو كيبكي. ها هي وحده اخرى هنايا. شوف ماشي مشكل دخل للتيك توك ديالي الفيديو راه غتلقى فيها اش كيقولوا. اه فيها فيها انا غادي نوريك ديك اللقطه. انت سمع شنو قال هنا الصوت ديال كلشي ولا بالدار ما يصلح لحد شيء الا ما يصلح ما هوش تيرام تاع كره. الجزائر بلد شقيق جارنا معناها تصور نهارين نمشيو نتدربوا في تيران ما يصلح لحد شيء الا ما يصلح ما هوش تيرام تاع كره. نهار الاول مثال قلنا ما هوش تيرام تاع كره قال لك والله خويا رضوان. ها زريبه زريبه قال لهم التيران ما يصلح لحد شيء. هذه بغيتك تسمعها اخويا رضوان واحد اللقطه خطيره. سمع شنو غادي يقول هنا. داخلين الفيستير عادي فهم من بعد البروفوكاسيون الوقت الكل كي تشوف كلمه قالها لي لاعب جزائري كان ينشط في منا كان الباهي قال لي ديزولي كوتش راهو اليوم كان ما ربحناش هكا يقتلونا فهمت. صافي واضحه 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 عاودها 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 ما ربحناش يقتلونا يقتلونا سمع يقتلونا فهمت. تفهم كل شيء بارك 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 نورمال نورمال اصاحبي نورمال عادي 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 خويا نورمال نورمال. شغلو هذاك يقول لي بغا شغلو هذاك نورمال. لا حول ولا قوة الا بالله. راه كاينه اللقطه ديال الدروج هي بلاتي واحد شويه ونعاود نوريوها ديال البوليس كيفرشخوا في عباد الله وكيرموه من كيرموه فيهم من الضحك. وغالبا كاين اللي تيقول انه مات في هذه اللقطه اللي راك وري واللي عندي ليها الفيديو ديالها. وكاين اللي كيقول بانهم رماوه من شي دروج وطاح وبقاو كيجرجروا فيه حتى وصل لهنايا. يعني هو الموت ديالو كانت بسبب انه طاح وجرجروا حتى لهذ البلاصه اللي راهم تيفرشخوا فيه فيها دابا هنايا. وعادي عادي داكشي اللي وقع عادي 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 حبيبي عادي. خليك معايا اخويا التراث اخويا خليك معايا عادي. هادشي في الجزائر عادي عادي في الجزائر. ناخذوا الاخ دي دينو. مرحبا سيدي يا رضوان يا رضوان يا رضوان السلام عليكم. حبط علينا هذا الحيوان هذا حبطه باش نهضر معاك. هذا عندك يماك القحبه. هبط 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 انت هبط هبط. اسمح لنا اخي التراث هادشي راك عادي جدا. هذا راني شرشمته البارح في واحد اللايف وراه باقي فيه الحال لانه دخل عندي في اللايف اللي عندك شحال هادي وسبني في البريفي فهمتي. راه محروق ها خليه. اللي بهيمه راه بهيمه صاحبي عادي عادي. عادي عادي الاخوان عادي جدا عادي عادي عادي. هادشي حنا ولفناه هو عادي جدا عادي. ما بقاتش كتجينا شي حاجه غريبه من الاخوان في الجزائر. كلا العصا في واحد اللايف صاحبي البارح كلا العصا مسكين. لا حول ولا قوه الا بالله. شي مشكل نزل عليها نزل عليها نزل عليها. السلام عليكم يا رضوان يا جرانا الكحله. شد عينيك راح يطيحوا من وجهك. هذا عادي جدا عادي جدا عادي. هذا هذا ملا. شوف انا كنقول لكم راه التربيه في الجزائر احسن تربيه كاينه في افريقيا. الناس مربيين بزاف راه ناس انا كنحترمهم. راه المواطن الجزائري انسان محترم محترم جدا لياقوته. الله يحفظك الله يحفظك شكرا جزيلا ميستيريوس شكرا. راه المواطن الجزائري انسان محترم جدا 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 عادي عادي جدا عادي. كبار وصغار الناس محترمه بزاف. شكرا جمال ابراهيم الله يحفظكم. عادي جدا. تجار معاكس مرحبا. السلام اخويا الدز. تحياتي لك اخويا الدز. مرحبا المروكي مرحبا. حداك اخويا رضوان الله يعز بك. اخويا رضوان راه تسير قبل الماتش وهما تياكلوا العصا مع الدخله ديال التيران تياكلوا العصا. وعاد زاد في الامر هو بان ما عمرش انا الشغب ما بين الدارك وما بين الجمهور. تشوفوا حنا الدارك تيهز في
في الكراسة وتضرب بها الزمور. واش هادي دولي هادي؟ ما فهمت والو اخويا الدز. هادي 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 والله الا انا والمولود يكتبوا لهم بان حنا راه ماشي اسرائيل. قال لهم حنا راه ماشي اسرائيل، يعني تخيلوا هذاك مولود يربح على الاسرائيليين. وتتمنى من خويا التوراه كاع يدخل يشوف كاع مثلا لاباج ديال المولوديه ويعطيك الفيديوهات اخرين كاع اللي عاد تلاحوا. وتحياتي لك اخويا رضوان، تبارك الله عليك اخويا رضوان، الله يحفظك. راك غادي تحياتي لك الدز. تحياتي لك الدز، احتراماتي لك اخويا الدز. تحياتي حبيبي، تحياتي تحياتي تحياتي. الوغ رايكم في الصوره اخواني الكرام، الله يرضى عليكم، رايكم في الصوره. السلام عليكم. كبسوا 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 الصوره اخواني الكرام، الله يرضى عليكم. مشكله اخويا رضوان. السلام عليكم الاخ رضوان. معكم السلام خويا، مرحبا سي ميلود، مرحبا بك خويا. يا خويا الاخ رضوان، حنا كاين ديك المعنى نتاع الدز، نقولوا لواحد كي يبغي يدير حاجه وانت حاجه في راسك دايرها به ولا بلا به، نقولوا ليه دز معاهم. هذه هي معناتها كلمه دز. قال دز معاهم، ندير واش في راسي، رايك ما يهمنيش. هذه هي المعنى نتاع كلمه دز معاهم، كلمه دز. وحنا يا شعب، هذا هو شعب الجزائري، حنا من شر ما خلق حتى واحد ما يقربنا، لا تونس لا مالي لا نيجر لا مغرب لا موريتانيا لا ليبيا. احنا بعاد عليكم، هذاك حافظنا على جغرافيا كبيره، هذاك علاش حافظنا على جغرافيا كبيره، تبقى جغرافيا ما شاء الله عليها. الحمد لله مزيان، برافو عليكم، الله يسهل عليكم. انا عارف بان الامور مهم، خبر في راسك بصح ما عليش. دير لك راسك اخويا رضوان، دز معاه. ما عليش اخويا، دز معاه. هذه هي العباره اللي كنهضر بها. انا كنهضر، انا كنهضر على هذه الصوره حبيبي، كبيره ماشي كبيره. داك الشيء اللي كتبوا اخويا رضوان يصراو لي زاكسيدو، هادو يصراو. شوف حاجه بيبليك، حاجه بيبليك هكا مع الهياج نتاع الجماهير مع هاد الامور، تصرى هاد لي زاكسيدو نورمال. تقرا على حتى فلان ديك سيو سيكيريتي، هادي حاجه عاديه قدر الله ما شاء فعل، كان اسباب. شنو قلت اخويا ميلود؟ ما تعاودش ميلود، هادشي اللي قلت لك نورمال، هادشي كيوقع نورمال، يوقع هاد الامور هادي في العالم كامله، مش لا في الجزائر، نابورت شمال افريقيا، في افريقيا، في هادوك بلاصه بيبليك، الزحام الهياجان، كل واحد وعقليته، كل واحد واش فيها. وبالك هاد الانسان مريض عقليا، واكل دوايات وهاج وطاح. هيا والامن راه ينقض فيه، والامن ينقض فيه. انت عندك غير صوره تراك فيا باللي الامن داير بضحيه، بالك الامن جاي ينقض ولا جاي يشوف السبب نتاعو اللي طاح. على ما تروحش بهذا الاحتمال خويا رضوان. متفق معك انا، هادشي اللي قلت الاخوان هادو راه قلت لهم كانوا غير السيد، كانوا كيديروا له البوش ابوش، كاين وضوء نورمال. حاشا يا ودي، يقدرك عزيز يا ودي، نعزوك انا، روحي نضحك. ها تموت عليك، الله يعاونك. هي تحبيبي تحياتي. داكشي اللي قلت لهم انا، راه غير الاخوان المغاربه راه ما فهموش، ترى ما كانوا كانوا غير كيديروا المسكين الاسعاف، الله يرحمه. نورمال. اطلق الفيديو خويا رضوان، واحد اللقطه، واحد اللقطه في هذاك الفيديو النيت، ها انت نرى ليا كبر اخويا داك باش نشوف. شفت نشوف داك الشيء، ما قدمش، ما قديتش نشوفه، حيت شفتها وعاود شفتها وعاود شفتها. ما فيهاش دم، ما فيها لا دم لا والو. ما قديتش نشوفها، ما قديتش نشوفها، ما قديتش نشوفها. غمض عينيك انت، كبر لي الصوره واحد المره. لا 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 لا، ما قديتش نشوفها، ما قديتش نشوفها، ما قديتش. وانت عاد قلت لي الفيديو دابا صح، خليها راه غيشوفوها عندك صغيره، خليها راه غيشوفوها صغيره. واخا سيدي انت، واخا راه غيشوفوها صغيره. كتشوفوه صغير ولا ما كتشوفوش؟ تصبر بالله، مزيان قال لك نمشي. كيشوفوا كيشوفوا، شوفوا زومي اش غندير لكم انا. كبر كبر، الله يرحم الوالدين، الله يرضي عليك. انا سيدي، 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 عادي نورمال نورمال. بلاتي صبر عليا، بلاتي نديروها بحال هكا، بلاتي اطون ولا نديروها هكا منا حنايا هكا مزيان صافي. انا خويا انا بيناتكم، انا ما كاينش هنا، ما كاينش هنا. كانوا هكا يديروا له الاسعافات الاوليه، هانت شوف شو الاسعافات الاوليه حنين، شوف الاسعافات الاوليه، ضرب لي الاسعافات الاوليه هاك هاك ابوك رجليك اللي جابوك. هذيك كيقولوا عندنا في الجنوب الشرقي، هاك ابوك رجليك اللي جابوك. زين مالو
نورمال 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 كاين والو ما وقع والو كان هات هات ها الزروطه ايوا زيد زيد لا حول ولا قوه الا بالله العشاء الاخير شوف 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 شو الاخر فجر الكلب شوف شوف القطاره كان كان رامي عليه الكلب اخويا رضوان هاو 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 ها الكلب ها الكلب ها الكلب ها الكلب غيجرو لهنا هاو هاو هانت هانت انا راه كنطلق عليه الكلب هانت ها اللقطه ها اللقطه ها هي وها الكلب الاخر من هنا عاوتاني هانت ها الاخر من هنا جوج كلاب جوج كلاب على جوج كلاب وما عرفش شحال واحد على على بنادم واحد هانت لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا تحياتي للاخوان ان شاء الله اخويا ان شاء الله السلام عليكم الاخوت سلام سلام سمحوا لي اللي ما طلعش انا سمحوا لي هادشي كيضر في القلب بصراحه مع جدبوها بلادي الا كانت غير الجزائر بحال هكذا ان شاء الله ان شاء الله